يعني مشاركتك او المشاركة في اوكرانيا ده يعني ضمن ايه؟ كان استعدادات للبطولة. استعدادات للبطولة، بس دي في بطولة في اوكرانيا مش كده؟ بس احنا بنجرب، يعني بيبقى عندنا حركات جديدة بنجربها، وقبل البطولة الأساسية بتاعتنا بنروح نجربها في بطولات تانية برضو. طب اشمعنى اوكرانيا؟ هي جو بتاعها مقارب شوية من البطولة الأفريقية، وبطولة العالم اللي في آخر السنة. الجو الرياضي مش الجو المناخ مش لا الطقس، أنا بتكلم الأجهزة، لأن الأجهزة. اختلاف الأجهزة بيبقى مهم إن البنات تتعرف عليه. يعني حضرتك لو ركزت كده هتلاقي إن احنا بنلعب على أرض عالية، مش بنلعب على الأرض العادية، ده اسمه بوديوم. فاحنا مثلا في بطولة البحر المتوسط اللي هي في شهر 6 هنلعب على بوديوم، ده إحساس تاني ومختلف جدا للعيبة، فبنحاول إن احنا نروح نجرب يعني يلعبوا على أجهزة كده. في البطولة الأفريقية الأجهزة غالبا هتبقى شبه الأجهزة، نفس نوع الأجهزة دي، احنا ما بنتمرنش على الأجهزة دي، أجهزة نوع تاني، فبيبقى برضو مهم إن هي تروح وتجرب الأجهزة. جميل جدا. هل كل الأجهزة دي اللي حضرتك بتكلمي عنها موجودة في مصر بشكل يعني هي ستاندرد يعني بشكل هي انواع مختلفه، يعني في انواع مختلفه بتبقى طبعا بتختلف من نوع لتاني، وعلى حسب البطوله اللي احنا بنروح نلعبها بيبقى هما، يعني ساعات بتبقى كذا وساعات بتبقى كذا، احنا بنحاول نوفر لهم الاجهزه. بس احنا عندنا ملعب كويس جدا هنا في مصر، فين بقى؟ وبتمرن في مكان في المركز الاولمبي. في المركز الأولمبي. اه ناقصنا شويه حاجات بس، اجهزه مساعده شويه بس، الملعب كويس. يعني زي ايه الأجهزة المساعدة؟ أجهزة مساعدة، احنا الجمباز الحركات ما بتروحش البنت تعمل الحركة على طول، احنا بنعمل ستابس قبليها، في خطوات بتتعمل علشان البنت تطلع الحركة، فاحنا الخطوات دي مش كلها الأجهزة بتاعتها موجودة متوفرة دي بقى لجنة الحكام اللي كانت في مسؤول بارنا. في دي في بلغاريا. في بلغاريا، جميل جدا. بيبقى احساسك ايه وانت واقفه كده يا فرح وعايزه تنطي على اسمه ايه ده بقى المتوازي، ده المتوازي؟ ببقى خايفة متوترة، يعني ببقى نفسي أعمل جملة بس بتبقى توتر وكده. بس لما بتبتدي الحركات لا مش بقى بحس مش خالص. بتحس خالص. بيبقى في دماغك الجمل اللي انت بيسموها جمله مش كده؟ جمله. جملة بيبقى في دماغك طبعا انت حافظه كل الجمل دي. تبقي متدربه مثلا كم ساعه قبلها، قبل البطوله يعني، قبل يوم من البطوله، اليوم السابق للبطوله؟ هو بيبقى بوديوم، فبيبقى بوقت محدد، يعني بيبقى مثلا كل نص ساعة كل جهاز أو تلت ساعة. كابتن اماني، انا بصي انا ملاحظ كده القعده بتاعت فرح، شوفي رجليها عامله ازاي، وكانها داخله دلوقتي بطوله صح؟ معظم لعيبة الجمباز حتى وهم قاعدين بيقعدوا بيبقوا كده. انا ما شادين اعرفش اعمل ده نشاطهم. يعني، انا ممكن رجلي تتكسر او تتلوي تحت كده. انت مرتاحه صح؟ والله انا تعبان علشانك.